اخر حاجه بس عايز اقولها لحضراتكم قبل ما اطلع اشوف اللقاء، مهم جدا الحقيقه. قائمه المنتخب كارلوس كيروش، كارلوس كيروش بيختار قائمه مبدئيه للفراعنه تضم 40 لاعب. ان شاء الله يوم 28 ديسمبر القائمة النهائية. الأسماء بقى حضراتكم أكيد سمعتوا الأسماء دي من وقت ما خرجت هذه الأسماء لغاية دلوقتي، أسماء كثيرة ومهمة وكل حاجة، ولكن الحقيقة لما تيجي تبص على القائمة المبدئية لكأس الأمم الأفريقية لا تجد فيها مفاجآت كبيرة جدا، باستثناء طبعا استبعاد طارق حامد لاعب نادي الزمالك. طبعا دي بتعتبر مفاجأة، لأنه طارق من اللعيبة اللي بقالها تقريبا 6-7 سنين مع منتخبنا الوطني بيلعب بشكل دائم، فاستبعاده أمر مهم جدا. ولكن وطبعا طبعا النجم حسين الشحات مش موجود في القائمة المبدئية، دي حاجة غريبة جدا برضو بالنسبة لي، يعني برضو حاجة بالنسبة لي غريبة جدا عدم وجود حسين الشحات. تخيل حضرتك ان احنا كنا عمالين نقول من اهم مكاسب المنتخب في بطولة العرب وبطولة كأس العرب حسين فيصل، تجد ان حسين فيصل مش موجود مثلا في قائمة قوامها 40 لاعب، تجد ان حسين فيصل مش موجود في ال 40 لاعب. طب انت كنت بتختاره ليه مع، او كان بيلعب ليه مع المنتخب والمنتخب كسب لعيبة؟ لو بتبني خطة يعني فهو مش معاك في أمم أفريقيا، وبالتالي بنسبة كبيرة جدا مش هيكون معاك في المباراة الفاصلة. ما اعرفش الحقيقه كل واحد وتفكيره، ولكن ان انت لا تجد مثلا حسين الشحات في هذه القائمه برضو امر غريب، لا تجد طارق حامد في هذه القائمه برضو بالنسبه لي امر غريب. لكن في النهايه خدوا بال حضراتكم المفاجآت لم تحدث حتى الان، يعني اذا كان حسين الشحات وطارق حامد وحسين فيصل حضراتكم بتعتبروهم مفاجاه، ولكن المفاجآت لم تحدث. ال 40 دول هيبقوا 23، ال 40 اللي موجودين دول هيبقوا 23، ففي 17 لاعب مش هيبقوا موجودين ضمن القائمه النهائيه اللي هتعلن يوم 28 ديسمبر. وانا بقول لحضراتكم هناك مفاجآت مدويه في قائمه المنتخب النهائيه اللي هتشوفوها ان شاء الله يوم 28 ديسمبر القادم.